إذا الآن لما بناخذ الحالة الأولى طبعا بدنا نتذكر إنه ال 100 أمبير راح ينطرح منها 5 أمبير اللي بتروح بالفيلد، فراح يضل من 100 أمبير 95 أمبير، 95 أمبير لما بضربها في الأرمتشر ريزيستنس راح تعطيني فولتج دروب معين اللي هو حوالي تقريبا 6 فولت، بطرحه من 250 راح يكون عندي الباقي ام اف على لما الكرنت يكون 100 امبير 244.3. يعني تذكروا هون هلا عمال احنا بنحكي انه لما بسحب 100 امبير، لما بسحب 100 امبير رئيسيه من هون 5 منها بتروح هون، 95 بتروح هون، ال 95 امبير مضروبه في 0.06 اوم راح تعطيني فولتج دروب مقداره حوالي 6 فولت، ال 6 فولت هاي راح تعطي فرق ما بين ال 250 هون 250 فولت وال 244 فولت اللي هي الباك ام اف. هلا انا هدفي اطلع الباك ام اف عند ال 100 امبير، الكرنت 100 امبير، واقارنه بالباك ام اف اللي عند النو لود. اذا هون لو اخذنا هذا الفاليو طلع معي الباك ام اف في الحاله هاي 244.3. نرجع للقانون الاساسي انه السرعه على كرنت معين على السرعه على كرنت ثاني بتساوي الباك ام اف على كرنت معين على الباك ام اف على كرنت ثانيه او على سرعه ثانيه. اذا هون عندي انا عارف انه النو لود 1200 والنو لود الباك ام اف على النو لود 250، فصار عندي 1200 في 240 250 راح تعطيني 1173. هاي نقطه مهمه لانه احنا حكينا النو لود سبيد كانت 1200 ار بي ام، اذا لما بديت انا اسحب كرنت وزاد اللود علي صرت اقدر اعطي تورك اكثر، بس طبعا نزلت السرعه فنزلت من 1200 ار بي ام ل 1173 ار بي ام. اذا هذه اول حاله. هلا التورك اللي موجود عندي هون، التورك احنا عارفين انه راح يتناسب راح يكون مساوي للباك ام اف، هذا الانديوس تورك، الانديوس تورك يعني اللي هو الالكتروماجنتيك تورك اللي بتكون عندي، الباور اللي بطلعها المحرك هي عباره عن اي اي في الباك ام اف، لانه الفولتج دروب اللي بيصير على المقاومه هو لوس، هذا هون لوس. خلينا نطلع هذا المحرك حتى بس نفهم هاي الفكره. هذا المحرك اذا بحط هون على حواليه خط وعباره عن سيستم عم بيجي طاقه كهربائيه، الطاقه الكهربائيه اللي عم تيجي عباره عن في في اي، ما فيش عندي هون كوساين فاي لانه عندي السيستم دي سي، اذا وفيش عندي 3 فيز، ما فيش عندي روت 3 سكوير روت اوف 3 او اي شيء ثاني. اذا الباور اللي داخله لهذا السيستم هي عباره عن في في اي، هي الباور اللي دخلت للسيستم. هلا في داخل هذا السيستم راح يصير في لوسز، هذا مثلا راح يكون عباره عن لوس اللي انه هون عندي نوع من المقاومه، فالخمسة امبير اللي عم بتمر هون هذه عبارة عن لوس خسرتها، وكمان الفولتج دروب اللي بيصير على ار اي هو عبارة عن لوس انه راح تحمى هاي المقاومات والبرشز والانتربولز وكل الاشياء هاي. الجزء الوحيد اللي راح استفيد منه اللي راح يعطيني باور مفيدة تتحول لباور ميكانيكية هي الفولتج اللي بيضل عبر هذه الباك ام اف من هون اللي هي انديوست اللي مضروبة في الكرنت اللي بمر هون، هذه عبارة عن باور كمان، هذه الباور عبارة بوحدتها او بحسبها اي اي مضروبه في الباك ام اف اللي موجوده هون، فهذه عباره عن الانديوست باور بنسميها او اللي هي الباور المفيده اللي بقدر انا اعمل فيها شيء اللي بتطلع معي باور ميكانيكيه اقدر استفيد منها. فاذا اذا ضربت اي اي في الباك ام اف هذا بعطيني الانديوست باور، بس احنا عارفين انه الباور بتساوي التورك في الروتيشنال سبيد ان راديانس بير سكند. إذا هاي المعادلة ممكن نكتبها أول شيء بشكل ثاني قبل ما نكتبها بهذا الشكل، إنه الإنديوست باور هي عبارة عن التورك مضروب في أوميجا بتساوي على الجهة الثانية الباك إم إف في أي إيه. فحتى أحسب الإنديوست تورك بقسم هذه الجهة على أوميجا، أوميجا طبعًا لازم تكون وحدتها مش إن آر بي إم، لازم تكون وحدتها إن راديانز بير سكند، فأنا حولت الوحدة هاي اللي موجودة هون اللي هي إن راديانز بير سكند حولتها إلى عفوا اللي هي ان ريفولوشنز بير مينيت حولتها الى راديانز بير سكند، فتحولت ال 1173 ار بي ام الى 122.8 راديانز بير سكند بقسمتها على 60 وضربها في 2 باي. اذا هذا اعطاني الانديوس تورك، هذا الميكانيكال تورك اللي بتكون عندي من هذا المحرك لما يكون اي اي 95 امبير. إذا لو رحنا للحالة الثانية، الحالة الثانية زاد عندي الكرنت، طبعا هو السبب إنه زاد الكرنت هو ما زاد هيك لحاله، هو زاد التورك اللي موجود على هذا المحرك. فزاد التورك اللي موجود على المحرك أو الحمل اللي عليه فنزلت سرعته، فلما نزلت سرعته زاد الكرنت اللي هو بسحبه. نفس الشيء احنا عندنا 5 أمبير لازم تروح في الفيلد،
فاللي بتكون عندي اللي بضل عندي هو 195 امبير بتمر في الارمتشر نفسها، راح يصير في فولتج دروب عبر الارمتشر ريزيستنس مقداره 195 امبير في 0.06 اومز، بطرحه من 250 راح يعطيني الباك اي ام اف. الباك اي ام اف طبعا لاحظوا اقل من السابق لانه السرعه طبعا المفروض انها تكون نزلت حتى اقدر اكون تورك اعلى. نفس العمليه عندي هون، عندي الباك اي ام اف على الباك اي ام اف بيساوي السرعه على السرعه. نرجع احنا ريفرنس دائما لحاله النو لود اللي هي 1200 ار بي ام و250 فولت، وبعطيني 1144 ار بي ام. بنحول ال 1144 ار بي ام بنحولها الى راديانز، بتعطيني 120 راديان بير سكند. الانديوس تورك نفس الشيء، هذه هي الباور، الانديوس باور اللي هي تاو انديوس او تورك انديوست في اوميجا راديانز بير سكند، بتساوي الالكتريكال باور اللي ضلت في الارمتشر. فعندي هون 388 نيوتن متر. والحالة الثالثة بنفس الطريقة، بنطرح 5 أمبير من 300 وبتعطيني 295 أمبير مرت في الأرمتشر، ومنها بنحسب السرعة 1115 RPM اللي هي 117 راديان بير سكند، والتورك صار عندي 585. فطبعا واضح انه كل ما زاد التورك اللي متوفر من المحرك نزلت السرعة. هلا بإمكاننا نعمل بلوتينج لكل هدول. هون انا اخذت الاكسس، ركزت طبعا على المنطقه المهمه، ما عملت الاكسس من 0 ل 1200، عملت الاكسس من تقريبا ل من 1080 ار بي ام الى 1200 ار بي ام، من 1080 ار بي ام ل 1200 ار بي ام. واخذت في عندي نقاط معروفه، في عندي اول شيء النو لود، النو لود سبيد هاي معروفه معطاه اللي هي 1200 اللي احنا متوقعين انها او متوقع انه التورك عندها 0 والكرنت اللي بيسحبه الارمتشر 0. اذا عند النقطه هاي، هذه نقطة موجودة على هذا الكيرف، احنا بنعرف انه هو خط مستقيم. من اشتقاقاتنا السابقة للعلاقة ما بين السبيد والتورك at constant voltage، طبعا هذا هون الكيرف كله هذا، نفترض انه الفولتج ضل 250 فولت، لو بدأ يتغير الفولتج على الارمتشر عن 250 فولت راح يتغير طبعا مكان هذا الخط، بضل الميل تبعه نفسه اذا الاكسايتيشن ضل نفسه. اذا هو نيجاتيف سلوب ستريت لاين. واخذت النقاط الثلاثه اللي احنا حسبناها حطيتها هون، هي واحده من النقاط على 100 امبير او 95 امبير في الارمتشر، 195 امبير في الارمتشر و 295 امبير في الارمتشر، ولاحظوا التورك عماله بزيد. فاحنا كل ما حطينا تورك اكثر على المحرك عماله سرعته بتنزل.